ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 195 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. مدام ندى حققت كل احلامها، بس اللي يشوف مدام ندى دلوقتي ما يشوفهاش قبل كده. دي مدام ندى طول السنه. هشوف حاجه كده وارجع لك. في منها 47 حاسه ان مقلبزني، مش عارفه البسها ليه، مش عارفه البسها ليه. في منها اخضر الكرسي بتاعها موف. اللي طول السنه نفسك فيه جه الوقت انك تشتريه، عشان كل 1000 جنيه هتصرفها بالكريدت كارد او ديبت كارد البنك الاهلي المصري طول فتره الصيف هتدخلك سحب وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اي شروه ممكن تعمل لك ثروه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. شروط التكافل سهلة وبسيطة وكلها لمصلحتنا. أنا بروح الوحدة الصحية عشان صحتي وصحة ولادي. النهاردة لما أعلم ابني بكرة يكبر ويسندني. كارت التكافل بيسد معايا في المصاريف. بنتي مش هجوزها إلا بعد 18 سنة عشان صحتها وتقدر تراقب. من ساعة ما جالنا دعم تكافل سيوة وإحنا ماشيين على الشروط. أنا مش بغيب من المدرسة خالص. أهم شرط ما نجوزش بناتنا قبل سن 18 سنة. أنا هتخرج السنة دي وهساعد أهلي. ودي فايدة التعليم. خليكي فاكرة إن دعم تكافل بشرط، المتابعة في الوحدة الصحية، الانتظام في المدرسة، وولادنا ما يتجوزوش قبل 18 سنة. يعني الأول شرط، آخره فلوس في الكارت. تكافل وكرامة لمصر بلا عوز. عارفين ايه المفيد عشان تعزيز المناعة؟ الزنك. ودلوقتي الزنك موجود في زيت عافية عباد الشمس، معزز المناعة الجديد، مقاوم تماما للحرارة في كل أكلة بحضرها عشان عيلتي تكون دايما محمية، في الملعب، في المدرسة، أو معايا في البيت. زيت عافية معزز المناعة الجديد، عافية أكتر، مناعة أكتر. يلا نشوف الحلوين كبروا قد ايه. أنا اللي كبرت. كبرت. انتوا الاتنين كبرتوا، بس في حد كمان كبر. سميكة طبعا كبرت وبقت سميكة اكتر، وبكده هنقدر نستخدمها لوقت اطول. دلوقتي مناديل تواليت فاميليا جديدة ومطورة، لانها بتقدم لكم مناديل تواليت بتكنولوجيا الحجم الاكسترا، بقت اكبر وكمان سميكة اكتر. لازم تجربوها. فاميليا، الاختيار الذكي للعيلة. فاميليا، ابتكارات تركية بأيدي مصرية. دايما معاك الضحكة الحلوة اللي محلياك، هنا ولا هناك، انت معدي معدي محدش عداك. من هي أشهر ملكات مصر عصر الدولة الحديثة وأرسلت رحلات تجارية لبلاد بني؟ مصر ولادة، دول كتير قوي. مصر عظيمة طبعا، بس ده سؤال ولازم نجاوب عليه. افتكري، ده انتي شاهدة توت. شاهد توت، عبقرية الدراسات، ملكة المدرسة، وبتحفر اسمها في التاريخ. اللي جابه هي الملكة حتشبسوت، حبيبة أمه درة الأميرات. أشطر توت. صوت. مفيش سؤال يصعب عليك مع سلاح التلميذ بشكله الجديد. ده إيه الشطارة دي؟ النهاردة هعمل تحدي ريكسونا بالتيشيرت الرمادي. ريكسونا ولا مزيل العرق التاني؟ خلينا نختبرهم. ريكسونا الجديد 72 ساعة من الحماية المستمرة غير أي مزيل عرق تاني. ناحية ريكسونا جافة ومن غير أي أثر. البرتقال جامد، ليمون نعناع رايق، طعم التفاح باين. أنا نفسي بقول لك أنا لسه شاربة 5 هيلسي كولا امبارح ووزني على الميزان لسه زي ما هو. عادي يعني. هيلثي كولا زيرو سكر صودا اكتر. هيلثي كولا، اشربها هيلثي. على القهوة ميزة كده منه فيه، على طول في بيتنا خش تلاقيه. لو طالبة طاقة اديها طاقة، اوعى الرشاقة في العلبة دي. ما احنا في اللبن فاهمين. ابو اللبن جبنة ولبن جامدين دايما معاك. الضحكة الحلوة اللي محلياك، هنا ولا
بيبسي اكسترا فيز الجديد، صودا اكتر تفور اكتر. 25 جنيه. ولادك بيقلدوك في كل حاجة، فلازم يشوفوك بتغسل سنانك كل يوم لأن المضمضة بالمية مش كفاية. إنما سيجنال مكافحة التسوس بتركيبته الجديدة يوفر أقصى حماية من التسوس، والآن مدعم بالزنك ليساعد على منع نزيف اللثة. سيجنال كل يوم يحميك أنت وعيلتك من التسوس. بيبسي إكسترا فيز الجديد، صودا أكتر تفور أكتر. 25 جنيه. عكس الجديد بالقوة المضاعفة، اقضي على ريحة العرق واستعد الجاذبية ما تتقاومش. الاكس افكت الجديد. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.